السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. زي ما انتم شايفين ده شرح ازاي تعمل انترو زي انترو مستر بومتك بالظبط، الانترو اللي الناس كلها سألت عليه الفترة اللي فاتت. ولكن النهاردة انا جاي اشرح لك الانترو واجيب لك صاحب الانترو اللي عمل الانترو، اسمه احمد الكردي. ده يعني راجل يعتبر كرييتيف شوية عن بقية الناس، وبيقدر يعمل لك حاجات جديدة وممتازة، وعنده خدمة على خمسات لو حابب انك تشتري منه اي حاجة. فهو رخيص برضو عن بقية الناس، وبرضو حاجاته كرييتيف اكتر من اي حد يعني. فانت ممكن تستفيد من الرخص بتاعه ومن الحاجات الكرييتيف اللي عنده، وانت ممكن تخش على الخدمة بتاعته. خلينا نخش عليها عشان انا مش فاكرها بالظبط، ثانية واحدة. تمام، زي ما انتم شايفين دي الخدمة. هو لسه يعني بقى جديد، ولكن ايه هنا هو بيعمل لك مثلا تصميم لوجو احترافي وتصميم فيكتور لوجو احترافي. فيكتور لوجو ده يا شباب اللي هو حاجات زي اللي انتم شايفينها دي، لكن مثلا خلينا نخش على اللوجو الاحترافي ده ونشوف. يعني هو حاطط حبه حاجات كده في موقع، يعني هوريك الدنيا. هنا طبعا كتب لك الحاجات اللي بيعملها، او يعني الحاجات اللي هو المفروض هيعملها لك. فخلينا ناخد ده بس كده كوبي ونحطه هنا بيست. تمام، فنشوف كده اعماله السابقه. زي ما انتم شايفين يا شباب سيف هاوس جايب لك هنا لوجو شكله جميل جدا. هنا مثلا زي ما انت شايف هنا برضو لوجوهاته جميله وشكلها كرييتيف شويه. فانت لو حابب حاجه كرييتيف وحاجه حلوه، فانت ممكن تستفيد من الشخص ده. هو اللي عمل لي الانترو، وازاي تقدر تعدل على الانترو. والموضوع ده الشرح زي ما انت شايف قدامك اهو. انا للاسف ما عنديش افتر افكت اصلا، ما بتعملش على الافتر افكت. فالموضوع بسيط يعني، كل حاجه اللي انت هتعملها بسيطه جدا جدا جدا. تمام، اول حاجه تخش بس هنا. تمام، كل الكلمات دي هتلاقوها عندك في الملف ال AEB بتاع الافتر افكت ده، وهتعدل الكلام بس. تمام، هتعدل الكلام زي ما انا معدل الكلام كده، هتعدل الكلام. والخلفيه الحمراء دي اهي، هي دي الريد باك جراوند دي، وانت ممكن تغيرها وخلاص. يعني الموضوع بسيط جدا، يعني هتشيل الصوره وتحط الصوره اللي انت عايزها بس. تمام، يعني موضوع بسيط جدا، هتشيل بس الريد باك جراوند دي وتحط الخلفيه اللي انت عايزها، لو عايز تسيبها تسيبها. تمام، وبعد كده في الاخر خالص دي صورته هو، يعني ملناش علاقه يعني بالحاجه دي. فنرجع هتلاقي الصوره بتاعته دي، هتغيرها وتحط اللوجو بتاعك زي ما انا حاطط اللوجو بتاعي بس. شباب يعني الموضوع بسيط جدا جدا جدا، يعني مش محتاج اي تعقيد خالص. تمام، وبرده زياده التاكيد يعني سابق اسف الفيديو، فيديو لخالد ميجا وهو بيعدل على الموضوع الافتر افكت ده، و يعني ازاي تقدر تحط اللوجو والحاجات دي كلها. هتلاقي يعني الشرح بالتفصيل، خالد ميجا شرح الكلام ده كله بالتفصيل. ولكن يعني للاسف انا ما عنديش الافتر افكت والوقت ضيق، فمش هقعد لسه انزل الافتر افكت يعني. تمام يا شباب، فالموضوع بسيط، بس انت بس تنزل وتكتب الكلام اللي انت عايزه بس. يعني بصراحه انترو جميل جدا 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 جدا، وعجبني جدا، ويعني حاجه جديده وكرييتيف. مع اني ما بحبش ان حد يقلد حد بصراحه، اللي انت ممكن تعمل لوجو زي اللوجو او يعني انترو زي بتاعي، ولكن عادي يعني انتوا احنا حبايب يعني عادي مش فارقه. ولكن زي ما قلت لك عدل صح عشان تقدر تطلع حاجه حلوه زي الانترو اللي انت هتشوفه حاليا، زي الانترو بتاعي يعني. بس يا شباب ما تنسوش تبصوا على الخدمه بتاعته، في خمسات زي ما قلت لك، عنده حاجات كرييتيف. ولو انت حابب تعمل حاجه زي كده، فهو يعتبر من افضل الناس اللي ممكن تعمل لك حاجه زي دي. فبصراحه حاجاته ممتازه جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام، فلو حابب انك تمام، الناس برضو بتفتكر ان انا بعمل دعايه او حاجه، لا ده مش موضوع دعايه خالص. يعني الراجل شغله عجبني، فانا بس بحاول اساعده وخلاص. الموضوع يعني كده، لانه عمل لي الانترو وراجل شغله محترم، فبس يعني هو عمل لي الانترو، ولو شغله مش حلو عمري ما هساعده يعني. فهو عجبني شغله جدا، فعشان كده انا بحاول اعمل له يعني حاجه بسيطه او رد الجميل بتاع الانترو يعني. وحاجته طبعا عشان حاجته حلوه يعني، مش اكتر من كده يعني. بس كده يا شباب، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واستنوا حلقه ثانيه ان شاء الله تنزل النهارده. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، ما تنسيش تعمل لايك وتشترك في القناه كنت عمر تشوفني. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.